أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها لمناقشة إنكار الحكومة اليمنية وجود سجون سرية في المناطق الخاضعة لسيطرة شرعية. نفذ عشرات من أهالي المخفين قصرا في العاصمة المؤقتة عدن وقفة احتجاجية أمام منزل وزير الداخلية، ونددت الأمهات بتصريح نائب وزير الداخلية علي ناصر لخشع الذي نفى وجود سجون سرية في عدن خلال حضوره جلسة الاستعراض الدوري لمجلس حقوق الإنسان في جنيف قبل يومين. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: لماذا تنكر الحكومة وجود معتقلات سرية في عدن رغم أن الموضوع لم يعد خفيا على أحد؟ وهل أصبحت الشرعية بيدقا للدفاع عن انتهاكات الإمارات في المحافظات الجنوبية؟ بدون كلل أو ملل تحتشد أمهات المختطفين والمخفيين قسرا بشكل شبه يومي أمام منزل وزير الداخلية ومقر الحكومة الشرعية والسجون السرية التي تديرها القوات الإماراتية في عدن في بير أحمد والبريقة. نشاط كبير وهتافات غاضبة ممزوجة بالدموع حينا وبالدعاء أحيانا أخرى. تقطع عشرات الأمهات مسافات طويلة من منازلهن في عدن وفي أوقات أخرى من المحافظات المجاورة بحثا عن أخبار تطمئنهن على أقاربهن المحتجزين خارج إطار القانون وبشكل تعسفي وتهم كيدية. بكثير من الحزن وقليل من الأمل تتصدر الأمهات النشاط الحقوقي في عدن وصنعاء وحضرموت والحديدة وغيرها من المدن التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة وتنشئ فيها سجونا غير قانونية. كثيراً ما تلجأ الأمهات إلى الجهات الرسمية بحثاً عن تطمينات، لكنهن يعدن محملات بالدموع والقهر وإنكار وجود أقاربهن أو حتى وجود سجون سرية، وهو ما يجعلهن أكثر خوفاً على مصير المخفيين. نؤكد أنه لا توجد هناك في المناطق التي تسيطر عليها الشرعية لا توجد سجون سرية ولا توجد أماكن تعذيب ولا يوجد هناك أي نوع من التعذيب القائم على التفرقة إن كانت العقائدية أو التفرقة على النوعين الجنسي. تصريحات نائب وزير الداخلية علي ناصر لخشع أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف بعدم وجود سجون سرية أو مخفيين قسرا أثارت الكثير من الأسئلة والغضب أيضا حول مصير المخفيين منذ اختطافهم من منازلهم أو أعمالهم وحول أسباب قيام المسؤولين الحكوميين بنفي وجود السجون أو المعتقلين فيها. تظل مسألة السجون السرية والمخفيين قسرا نقطة سوداء في وجه الحكومة الشرعية التي تصم آذانها عن سماع أصوات الأهالي ومطالباتهم بالكشف عن مصيرهم، وتتحمل القوات الإماراتية المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذه الجريمة التي تسقط كل مزاعم التدخل في اليمن. مجددا ترحب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من زوايا الحدث التي سنناقش فيها مسألة وجود وتصريحات نائب وزير الداخلية علي ناصر لخشع حول عدم وجود سجون سرية في الأراضي اليمنية. هذه التصريحات لنائب وزير الداخلية أثارت موجة غضب بين أهالي المخفيين بعدن. هذه التصريحات التي صرحها علي ناصر لخشع في جلسة عقدها مجلس حقوق الإنسان للاستماع الدوري في جنيف يوم الجمعة الماضي أثارت موجة كبيرة من الغضب لدى الأسر والأهالي وأهالي المعتقلين والمخفيين قسرا في مدينة عدن في العاصمة المؤقتة. إذن تنديدا بتلك التصريحات قامت رابطة أمهات المختطفين بوقفة احتجاجية أمام منزل وزير الداخلية أحمد الميسري. طالب المشاركون في هذه الوقفة وزارة الداخلية بالكشف عن مصير ذويهم أبنائهم المختطفين في هذه السجون المخفيين قسرا في هذه السجون. رفض المحتجون تصريحات لخشع التي ألقاها في جلسة الاستعراض في مجلس حقوق الإنسان. إذن أرحب الآن بمن ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن، الباحث الناشط والباحث الحقوقي الأستاذ البراء شيبان. أهلا بك أستاذ البراء، برأيك في مسألة أهلا وسهلا فيك، حياكم الله. إذن في مسألة التعامل الحكومي مع ملف المعتقلين، أين تضع أو كيف تجد هذه التصريحات التي صرح بها نائب وزير الداخلية و بالمقابل ما قامت به أمهات المختطفين من وقفة احتجاجية على تلك التصريحات؟ طبعا أنا بالنسبة لي أعتقد أنه تصريح نائب وزير الداخلية متناقض أصلا مع ما طرحته الحكومة اليمنية نفسها وما طرحه نفسه وزير الداخلية. وزير الداخلية نفسه صرح في أكثر من مناسبة سابقة أنه يريد تسليم
كل يعني مواقع الاحتجاز إلى سلطات الدولة الرسمية متمثلة بوزارة الداخلية، حتى يستطيع أن يجيب على أسئلة أمهات المعتقلين. وهو نفسه يعني كان له أكثر من لقاء مع أمهات المعتقلين، وأعتقد أنه يعني تحديدا يدرك أهمية وحساسية مثل هذا الملف. لذلك أعتقد أنه تصريحنا وزير الداخلية متناقض مع تصريحات الحكومة نفسها، ويبدو أنها فقط محاولة الآن في هذه المرحلة للتهرب من قضية أعتقد أن الكل يعني لا أحد يختلف حولها وحول أهميتها وحساسيتها. طيب كيف سينعكس مثل هكذا التصريحات على المختطفين، على أيضا هذه المختطفين الذين يعني دوما ما كانوا يقومون باحتجاجات، دوما ما كانوا يطالبوا بالكشف عن مصير ذويهم، ما المتوقع بالنسبة لهم الآن؟ أنا أتوقع هم بالنسبة لهم يعني الآن يعني لا يجد أسر المختطفين ما يخسره، يعني هم الآن في يعني يقوموا بمثل هذه الوقفات، حاولوا أن يشتكوا إلى كل الجهات المعنية. وأعتقد أن يعني أي كل من يعتقد أن هذه القضية الحقوقية فقط ستنتهي بمجرد أن هؤلاء الناس يعني بمثل هكذا تصريح، أعتقد أنه مخطئ. التجربة تثبت دائما أنه دائما مثل هذه القضايا لا تنتهي أو لا يتم لن تستطيع أي جهة أن تسكت هذه الأصوات إلا إذا حلتها بشكل جذري وكامل وأجابت على هذه الأسئلة المطروحة. لا يمكن تجاوز الواقع مهما كان. في الأخير هؤلاء أشخاص اختطفوا من أماكن معروفة، وذويهم ببساطة الآن يسألوا عن مصير أبنائهم يعني. نعم، أشكرك أستاذ البراء شيبان الناشط الحقوقي، كنت معنا عبر الهاتف من لندن. أرحب بمن ينضم إلينا من عدن، المحلل السياسي الأستاذ عبد الرقيب الهدياني. أهلا بك أستاذ عبد الرقيب. إذن بداية، كيف أو أين في أي سياق تضع تصريحات نائب وزير الداخلية خلال جلسة الاستماع بمؤتمر حقوق الإنسان؟ التحية لك ولمتابعي القناة. تصريح تصريحات للمسؤول يعني لم يتحلى بأدنى درجات المسؤولية، لأنه يعني يناقض الواقع، يناقض حال الشارع الذي يقف كل يوم جوار باب منزله ويطرق بابه، والملفات التي تصل إليه والشكاوى والمناشدات وأبناء. للأسف أن اللواء الأخشى ينتمي إلى محافظة أبين، وأبين هي أكثر المحافظات المتضررة بهذه السجون السرية والإخفاء. وتقريبا حسب معرفتنا جميع الأهالي يطرقون باب الأخشى، بالتالي اليوم بيع قضية المخفيين، بيع ألم وآهات وصراخ الأمهات والزوجات والأطفال الذين اليوم هناك تصعيد آخر خرج اليوم في عدن للرد على هذه الادعاءات وهذا التزوير وهذا التبييض الذي ينتصر للسجان وللجلاد وللقاتل يعني وضد الضحية، وهم هؤلاء المواطنين الذي كان يجب أن يمثلهم علي ناصر لخشع. يجب أن تكون حكومته ويجب أن تكون وزارته يعني داعنا لهؤلاء الناس أن تكون لصالح المواطنين. القسم الذي أقسمه والعهد الذي بموجبه تبنى هذا المنصب وهو رعاية مصالح الناس وتحقيق الأمن والاستقرار لهم، فهو اليوم يخونه ويطعن هؤلاء النسوة وهؤلاء الأطفال والمخفيين، يطعنهم يعني الظهر في تصريح يعني يمكن لا يمكن تسميته إلا بأنه وقح، تصريح وقح يتناقض مع الواقع، مع التقارير الدولية، مع تقارير صادرة عن أكبر مؤسسة دولية وهو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة،
مع التقارير الإعلامية التي يعني تكشف كل يوم فضائح وانتهاكات وجرائم هذه السجون. بالتالي تصريح الأخ شع تصريح من مسؤول غير مسؤول، وبالتالي لا يمكن. طيب برأيك أستاذ أستاذ عبد الرقيب، ما الذي دفع الأخ شع لأن يصرح بهذه التصريحات؟ لا نعلم أن هناك مضمار سباق يجري في المحافظات الجنوبية بين طرفين. الطرف الأول هو المجلس الانتقالي والحزام الأمني الذي يحاول أن يبيض ويقوم بجرائم الإمارات. يأتي بعض الأطراف من أبيان كأحمد الميسري والأخشع ويحاول أن يسحبوا بساط الارتزاق من المجلس الانتقالي ومن الحزام الامني، ولكن ببيع شعبهم وبيع شرعيتهم وبيع منصبهم والتنازل عن قضايا الناس. يعني لا محاسن في تحقيق انتصار في مضمار الارتزاق الذي يقوده اليوم احمد الميسري وعلي ناصر الاخشع. تعرفون وجميعنا تابع احمد الميسري في تقريبا في شهر 5 في شهر مايو كان قد أطلق تصريحات في شهر 7 كان قد أطلق تصريحات أن عدن لا يستطيع أن يرسلها مسؤول حكومي إلا بأمر الإمارات. تحدث على أن الإمارات هي التي تدير الميناء وتدير المطار وأن سلطة لوزارته أحمد الميسري على السجون في عدن. بعد أسبوعين وجدنا أحمد الميسري وقد طار إلى أبو ظبي وتغير الحال وتبدلت المواقف وصمت كثيرا، بل وبيض جرائم الانتهاكات والاعتقالات والسجون السرية. إذا نحن اليوم أمام سوق ارتزاق واضح وبيع للمواقف على حساب الشعب، على حساب المواطنين، على حساب المخفيين، على حساب الأمهات التي يعني يبكين كل يوم في مظاهرات واحتجاجات ووقفات شبه يومية في عدن. وبالتالي يعني لا الشارع لن يسكت، هناك منظمات ترصد، هناك عالم يشاهد، وسيخسر الميسري وسيخسر الأخشع، سيخسرون سمعتهم وشرفهم ومسؤوليتهم أمام الناس ولن يستفيدوا شيئا. في هذا السياق يعني هل ترى أن التصريح أمام محفل دولي ينفع أو يضع الحكومة الشرعية في موقف صحيح بمواجهة المجتمع الدولي، خاصة وأن هناك ضغوط كانت تتحدث بشكل كبير على الوضع الإنساني في البلاد؟ هناك تقارير شبه مستمرة من أو تقارير مستمرة من قبل سواء الصحافة الدولية أو المنظمات الدولية التي تتحدث عن واقع الانتهاكات في مناطق سيطرة الشرعية. هكذا تصريحات كيف ستضع الحكومة أمام هؤلاء؟ الواقع الحقيقي الذي لا يمكن القفز عليه ولا يمكن انكاره بهكذا تصريحات. الواقع سيناقض هذه التصريحات، الشارع سيتحرك كل يوم، الأم والطفل والزوجة والأهالي سيخرجون إلى عدن ويعبرون. الآن وأنا أتحدث إليك هناك حملة يطلقها أبناء عدن وأبناء أبيان وأبناء لحج عنوانها اطلقوا المخفيين في هذه السجون السرية. الشعب يتحرك، ومثل هذه التصريحات يعني لن تمنع ولن تغطي كما يقال على عين الشمس المنخل. بالتالي تصريحات مخجلة، العالم يعلم، الأخشع نفسه يعلم أن هناك سجون سرية وأن هناك مخفيين وأن هناك من مات تحت التعذيب. الرئيس هذا يعلم ذلك وتحدث بالكثير من المسؤولين والكثير من الكوادر. الجميع يعلم أن هناك انتهاكات كبرى والعالم لا يمكن أن يتوقف والشعب لا يمكن أن يتوقف أمام تصريحات غير مسؤولة يطلقها الأخشع أو وزير الداخلية أحمد الميسري. القضية ثابتة، هناك أدلة، هناك قرائن، هناك وقائع، هناك أشخاص، هناك أسماء، هناك شهود خرجوا من هذه السجون ويبدون اليوم للعالم عبر وسائل الإعلام، وهناك منظمات دولية تتحرك وتجمع الشهود
وسيتم محاكمة القاتل والسجان ومن انتهك هذه المقاعد هذه الانتهاكات، وسيكون الأخفى وأحمد المنصري من ضمن هؤلاء من سيتم محاكمتهم باعتبارهم شهود جور وأرادوا أن يتستروا على جرائم طالت شعبهم وطالت أبناء وطنهم وحدثت ويريدون أن يخفوها. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي سيد الهدياني. أرحب بمن تنضم إلينا من عدن، عضو رابطة أمهات المختطفين سيدة أم أحمد. سيدة أم أحمد، يعني كيف تنظرين، كيف تتابعين هذه التصريحات من قبل نائب وزير الداخلية؟ سيدة أم أحمد، هل الصوت واضح لديك؟ الآن أيوة نعم. نعم، كنت أسألك حول هل يعني كيف تنظرين، أين تضعين تصريحات نائب وزير الداخلية لخشع حول عدم وجود سجون سرية في عدن؟ الأخشع، العالم كله يعلم بالسجون السرية واضح، إلا الأخشع لم تصله بعد، هذا اللي واضح لنا. أما اليوم نحن وقفنا عند وزير الداخلية وذهبنا هناك ونطالبنا خيانته منصبه وابناء بلده وخيانته الامهات وعذابهم لاكثر من عامين وهم على ابواب وزيره يتسولون ابنائهم وهو شاهد على هذا ويتحمل المسؤوليه لانحيازه ضد الاف المعتقلين في هذه السجون والمخفيين قسرا الذي تنتهك يوميا انسانيتهم وكرامتهم وحياتهم. راح ذهب يضلل للعالم الذي العالم هذا يعلم علم اليقين انه هذه السجون السريه موجوده وانه هو الذي اعد التقارير الدوليه بالمنظمات الدوليه الحقوقيه والاعلاميه ومن ضمنهم فريق الخبراء في الامم المتحده مجلس الامن الذي كشف هذه التقارير. يكذب امهات وزوجات وعائلات مخفيين قسرا ومعتقلين ظلما، معناته هذا هو يشرع عن هذه السجون السريه والاعدام خارج اطار القضاء وتستر على هذه الجرائم. وهو الان يحلل دماء ابناء عدن الذي هي استباحا من الميليشيات، الان هو بمنصبه يحلل ويخطي على هذه الجرائم. يكذب اطفال يوقفوا امام باب الوزير الميسري يراهم دائما شبه يومي الوقفات. طالبنا الوزير كيف الاخشع اليوم دخلت مجموعه من الامهات للوزير الميسري، كيف الاخشع اذا كلم يقول لا لا توجد سجون سريه وانت توعدنا دائما بحلول لها؟ يقول انا لا اعلم ما ادري، طلعوه بالاسم وهذا مش موقف الوزير. قلنا له هذا مش موقف الوزير، طيب اعلن انه هذا مش موقف الوزير، رفض. طيب في هذا السياق من ترون انه يتحمل المسؤوليه عن هذا الاختفاء، يعني هذا الاختفاء القسري، من تحملون انتم المسؤوليه تجاه الاخفاء الذي يتعرض له ابنائكم؟ نحمل التحالف وبقياده الامارات والحزام الامني الذي هو احد اذرع الامارات، نحمله هذه السجون السريه لان ابنائنا كانوا في السجون السريه هذه اعتقلوه ظلما. انا ابني واحد من الذي كانوا في السجون السريه اشهر وخرج الى بئر احمد الان. نحملهم المسؤوليه لانهم هم من كان الجهه اللي اعتقلتهم وهم من وضعتهم بسجون خارج القانون وخارج النيابه والقضاء ولم يشرف عليها لا وزاره الداخليه ولا النيابه ولا القضاء. كيف لم تكن هذه السجون سريه؟ ما هذه السجون اذا لم تكن هذه سجون سريه؟ أرجو أن تتفضلي بالبقاء معنا سيدة أم أحمد. بكل تأكيد هذه يعني مسألة ستأخذ أبعادا كثيرة، وهذا ما أريد أن أسألك يا أستاذ عبد الرقيب، هذه التصريحات لنائب وزير الداخلية، ما الذي سيترتب عليها تجاه الحكومة وتجاه أيضا التحالف؟ طبعا حديث الاخت الكريمه اخت ام احمد، هذه التصريحات هذا الكلام الذي تقوله يقطع وجه هؤلاء الساكين الذين ينكرون الواقع. الام هي اصدق انباء من تصريحه
الأخشع أو أحمد الميسري هي التي تعاني في هذا عن ابنها. هل يستطيع أحمد الميسري أو ناصر الأخشع أن يخرج في يوم من الأيام على كم الاحتجاجات والوقفات الاحتجاجية التي طرقت بابه، أن يخرج إلى 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 سليمان زكريا قاسم الطفل ذو 5 سنوات أو أبناء ياسر الكلبي وأن يخبرهم أين أبوهم؟ يعني كل يوم يرفعون ويتجولون في الساحات وفي الشوارع. بالتالي هذه تصريحات غير مسؤولة. طبع الحكومة الشرعية، طبع الرئيس عبد الرب منصور هادي باعتباره المسؤول على المواطنين في هذا البلد، هو الذي يعني أصدر قرار الأخشع. الأخشع عندما تحرك إلى جنيف إلى هذا المؤتمر قال أنه بتوجيه من رئيس الجمهورية، هكذا نشرت وكالة الأنباء الرسمية الناطقة باسم الحكومة. إذا ما نطقه الأخشع هو يعبر عن رئيس الجمهورية، يعبر عن الحكومة الشرعية، يعبر عن إما أن يصلوا هذا الشعب بحق وحقيق، وإما أنهم ينسفون مشروعيتهم ويتخلون عن واجباتهم وعن القسم وعن اليمين الذي أقسموه أمام الشعب وأمام العالم أنهم سيحمون مصالح الناس ويرعون حقوقهم ومطالبهم. هذه التصريحات تشرع كما قالت الأخت أم أحمد، تشرع الميسري والأخشع اليوم يشرعون للقاتل وللسجان ولمن يقتحم البيوت ولمن يخفي هؤلاء الرجال والأبناء من أبناء عدن ولاحق وأبين، يخفونهم سنوات ثم يأتي الأخشع ليبقي بالغطاء القانوني من موقعه كنائب لوزير الداخلية. تصرف يعني إجرامي يعني لا يمكن وصفه إلا باعتباره وقح أمام هؤلاء الأمهات المظلومات الحزينات على أبنائهم وعلى الزوجات والأبناء الباحثين عن آبائهم. تصرفات وتصريحات غير مسؤولة وقحة سيرد عليها الشارع، والأيام القادمة لم يسبق هؤلاء الناس لا يمكن أن يتساهلوا ولا أن ينسوا أبنائهم وزوجاتهم ولا آبائهم، سيخرجون إلى الشارع ليدحضوا ويقطعوا هذه التصريحات الوقحة الغير مسؤولة من مسؤول لم يتحمل بأدنى درجات المسؤولية. طيب أعود إليك سيدة أم أحمد، الآن في سياق المستقبل، ما الذي أنتم مقدمون عليه تجاه استمرار هذا التغييب لأبنائكم وكذا استمرار عمليات الإخفاء وربما أيضا يعني تواريخ تقارير حول تعذيب هؤلاء المختطفين والمخفيين قسرا؟ لا بد يتحمل كل مسؤول بالدولة يخطط لهذه الجرائم المسؤولية، لن تسقط بالتقادم وسنحاكم كل من ضبط على هذه الجرائم مع من شارك فيها، وإننا ثابتات صابرات مختنسبات مرابطات وبنزل زمان إن شاء الله بالدعوات ولن نتوقف حتى يظهر كل مخفي يقرره كل معتقل أسريان، وإن لم نجد القضاء المحلي سنلقى القضاء الدولي، لن نتوقف، يعلموا أننا لن نتوقف. الآن بعد هذه التصريحات صار المسؤول عن المخدير في الحكومة الآن اللي هي الحكومة متوسلة بوزارة الخارجية الداخلية، طالما قال أنه لا يوجد معتقلات خارج إطار الدولة فهذا يعني هو المسؤول عن هذه الانتهاكات عن أي اعتقالات خارج القانون، فليتحمل المسؤولية. أشكرك سيدة أم أحمد، عضو رابطة أمهات المختطفين، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. الشكر موصول لك أستاذ عبد الرقيب الهدياني المحلل السياسي، كنت أيضا معنا من عدن، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات زملائي في طاقم العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.